فريق ريال مدريد وبلد الوليد. الشوط الأول لهذه المباراة انتهى بتقدم فريق نادي ريال مدريد بهدفين. يبدو بأن السويدي ترك أرضية الملعب فيما بين الشوطين، وبالتالي بلد الوليد أجرى تبديله الأول في المباراة في الجولة 15، الجولة التي بدأت بالأمس. ختافي ليفانتي 1-0، فياريال يتعادل مع مالاغا في المدريغال بهدف لهدف، واليوم شاهدنا خسارة إلشي على أرض أمام أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين، وفوز سيلتا فيغو على الميريا ب3-1. وهذه المباراة الخامسة في الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ونحن الآن مع بداية المباراة في الشوط الثاني. يبدو بأن عمر راموس هو اللاعب الذي دخل إلى أرضية ملعب مع بداية الشوط الثاني من المباراة، اللاعب المهاجم عمر بالفعل راموس. عندنا سيرخي راموس وعندنا عمر راموس الآن في فريق نادي بلد الوليد مع بداية المباراة في الشوط الثاني. بداية المباراة في الشوط الثاني، مارسيلو، شابي ألونسو ممكن يسدد، سدد كرة قوية قوية جدا من لوكا مودريتش، وفرصة بالضيع، فرصة بالضيع على ريال مدريد في الدقيقة الأولى مع بداية الشوط الثاني من المباراة. استلام جميل للكرة من لوكا مودريتش، والكرة الماضية تسدد من لوكا مودريتش. يعني ما ينطبق على لوكا مودريتش هو ما ينطبق بعد ذلك على اللاعب طبعا جاريث بيل، لأن الاثنين جاءوا من نفس النادي من توتنهام هوتسبرز. 46 الآن طبعا الدقيقة الثانية من الشوط المباراة الثانية، وأيضا يعني الاثنين كانوا في يعني في آخر أيامهم مع فريق نادي توتنهام هوتسبرز، يعني كانوا رافضين حتى التدريب مع الفريق، وحتى بعد ذلك طبعا تحققت لهم مطالبهم بالانتقال لريال مدريد، وإن كان يعني الفارق بأن طبعا مودريتش جاء في زمن مورينيو، بينما جاريث بيل انتقل وجاء إلى ريال مدريد في عصر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. الشوط الثاني من المباراة، السؤال الآن كيف يكون حال بلد الوليد، وكيف يستمر أيضا فريق ريال مدريد في الشوط الثاني من المباراة؟ هل تبقى الأمور عند هدفي الشوط الأول من المباراة، أم أن الريال قادر على أن يضيف أهدافا أخرى، أم يعود فريق بلد الوليد أو يحقق ما لم يفعله في الشوط الأول من المباراة؟ كرة خطيرة، خطيرة الكرة الماضية خارج الملعب، خارج المرمى. لاحظ الاستقبال كان جميل، والتسديدة بعد ذلك من جانب اللاعب بنيا، الظهير الأيسر المتقدم كارلوس بنيا. معنا في الصورة لاعب ري كرياتيفو، لاعب ألبا سيتي، لكنه كان قد بدأ في الفريق الثاني في لمسية برشلونة في عام 2001 حتى في عام 2001 بالفعل. عمره 30 سنة في هذه اللحظات الآن. 3 دقائق على زمن الشوط الثاني من المباراة، بديل واحد فقط في المباراة، وهو اللاعب راموس في جانب فريق نادي بلد الوليد. عالية من جانب لوكا مودريتش، لكنها ما مرت لصالح اللاعب المنطلق جاريث بيل. 7 أهداف بقميص ريال مدريد في 13 مباراة ما بين دوري الأبطال وكذلك الحال في مسابقة الليغا الإسبانية. وريال مدريد بمناسبة مقبل على مسابقة كأس الملك الإسباني يعني في قادم الأيام، لديه مباراة في كأس الملك أو مباراتين ذهابا وإيابا. سيرخي راموس، لوكا مودريتش، ترسل للأمام عند حارس المرمى، الحارس دييغو مارينو، بينما هنا لوكا مودريتش، وهذا السيد كارلو أنشيلوتي حتى الآن ما أجرى أي تبديل، وبالتالي يستمر بالتشكيلة التي لعبت المباراة في الشوط الأول. دييغو لوبيس، كارفاخال، بيبي، سيرخي راموس، مارسيلو، تشابي ألونسو، مودريتش، دي ماريا، جاريث بيل، وكريم بنزيما، ولدينا أيضا إسكو أحد رجال المباراة في الشوط الأول. كرة فيها مرور لجاريث بيل، ضربة ركنية، ضربة ركنية. هذا هو الأغلى لاعب كرة قدم عبر كل التاريخ،
ولاحظ بأن كل أرقام الأغلى كلها سجلت في ريال مدريد. زيدان من اليوفنتوس ب 75 مليون دولار، وبعد ذلك 2009 كريستيانو رونالدو بما يفوق 90 مليون وكرة من ضربة ركنية. والآن جاء الدور أيضا للريال لأن يحطم أرقامه القياسية السابقة ويأتي بالجناح الويلزي الخطير جاريث بيل. كرة فيها مرور للاعب الإيطالي الروسي في مكان سليم، عرضية جميلة، هذه خطيرة، هذه خطيرة، لازالت خطيرة، الآن خطورة الكرة يبدو بأنها تلاشت ولازالت عالية وخطيرة، والكرة تبعد ووصلت الآن إلى تشابي ألونسو. ترسل إلى إسكو. مارسيلو لا تشعر إطلاقا بتأثير غياب كريستيانو رونالدو إطلاقا، وربما كلمة قالها الزميل حقيقة خالد بيومي، يعني تشعر بأن لاعبي الريال تحرروا، لأن يعني شئنا أم أبينا وجود كريستيانو رونالدو في الملعب لابد أن يكون خيارك الأول في التمرير. كل لاعب يملك الكرة يناظر في المرة الأولى والثانية والثالثة، يناظر كريستيانو رونالدو وبعد ذلك يناظر اللاعبين الآخرين، لذلك تشعر بأن كل لاعبي الريال أصبحوا الآن يفكرون، ينطلقون، يبدعون، لكن ما في خلاف على أن وجود الدون مع الفريق يعطي الإضافة الكبيرة والكبيرة جدا. وهذه انطلاقة من جانب أنخيل دي ماريا، الكرة باتجاه مارسيلو، فيها مرور، تنقل الكرة، ترسل للأمام، تعود إلى مارسيلو، استقبال جيد للكرة والعرقلة تأتي. هذه يبي لها مين؟ هذه يبغي لها كريستيانو رونالدو. وبعدما سجل جاريث بيل في مباراة جالاتاسراي واحدا من أجمل أهدافه، هو يقول ذلك واحدا من أجمل أهدافي. السؤال المطروح الآن، من ينفذ الكرات الثابتة في الفريق الملكي؟ من ينفذ الكرات الثابتة عندما يعود كريستيانو رونالدو ويشارك جاريث بيل في الكرات الثابتة؟ تكون لمين؟ هذا سؤال، لكن أعتقد بأن المكان ربما يفرض نفسه. جاريث بيل الآن ضربة حرة مباشرة في هذا المرمى في دوري الأبطال أمام جالاتاسراي، سجل بطريقة ممتازة، كرة من ضربة حرة مباشرة إلى ضربة ركنية. عندنا ضربة ركنية الآن، لحظة، ست ضربات ركنية كلها لريال مدريد في الدقيقة الآن الثامنة من زمن المباراة في الشوط الثاني. كرة عالية من ضربة ركنية تبعد من جانب حارس المرمى مارينو. السيناريو اللي شاهدناه في الشوط الأول يستمر ويتكرر في الشوط الثاني، لا جديد يقال ولا قديم يذكر كما يقولون، لأن ريال مدريد بالفعل يستمر في الشوط الثاني. لاحظ بعض الرياح، أجواء باردة في مدريد، أجواء باردة كما يعلم الكل في كل مكان هذه الأيام في العالم، 9 درجات مئوية فقط درجة الحرارة قبل أن تبدأ المباراة. وهنا محاولة قائمة في الجهة اليمنى عالية وللأمام، تبعد بالرأس كذلك، ضغط كبير على المدافعين، على حارس المرمارين، على الكاتراز، أرويدا، فالنتي، بينيا، وعلى لاعبي خط الوسط ساستري، روبيو الروسي، وبالتالي خروج لارسون اللاعب السويدي، دخول اللاعب رامون أيضا راموس في الشوط الثاني من المباراة. التبديل لازال الوحيد، والكرة إلى الفنان إسكو. يا سلام، نقلات جميلة ولكنها ما اكتملت، عادت الآن لنادي بلد الوليد، كرة ترسل للأمام، فيها محاولة عن طريق اللاعب المغربي زكريا بيرك ديتش والتسديدة، ولكن دييغو لوبيز في المكان المناسب. هذا هو المغربي زكريا بيرك ديتش، ولد في فرنسا، لعب في لانس الفرنسي. جمهور ريال مدريد يتفاعل مع المباراة، وهذا المساعد الثاني في المباراة، وهذا كريم بنزيما الذي سجل للمرة الخامسة على التوالي في الليغا الآن.
بعد بداية متعثرة، يعني هو سجل في الجولة الأولى ولكن بعد ذلك غاب عن التسجيل لحقيقة فترة طويلة جدا مع المنتخب ومع ريال مدريد، لكنه عاد مع المنتخب في مباراة أستراليا للتسجيل بعد غياب طويل مع الديوك الفرنسية التي صاحت الآن ووصلت إلى كأس العالم مع بنزيما، مع فرانك ريبيري، مع القائمة الكبيرة ومع المدرب الكبير كذلك ديدي ديشام. كأس عالم كاملة الدسم، ما فيها ولا منتخب كبير غائب عن كأس العالم، لكن أبرز الغائبين العرب باستثناء الجزائر محاربي الصحراء، مع ذلك حضور عربي فقط بمنتخب عربي وحيد. وهذا إسكو لأنخل دي ماريا، إسكو مرة أخرى، مباراة ممتازة لإسكو، مباراة أكثر من ممتازة لأنخل دي ماريا، مباراة كبيرة تماما لتشابي ألونسو بعد الغياب. هذه الكرة تلعب الآن 56 دقيقة 11 دقيقة على زمن الشوط الثاني من المباراة أيها السيدات والسادة، ولا زال ريال مدريد منذ الشوط الأول سجل هدفين في الثلاث دقائق من عمر الشوط الأول فقط من المباراة. الدقيقة 33 كان جاريث بيل يسجل أول الأهداف وكانت بالكرة بالرأس، وهذا خيسي لاعب الإسباني الشاب 20 سنة، بينما أيضا موراتا لعب أيضا الإسباني الشاب الآخر أيضا يجري عملية الإحماء، ربما نشت بعض التبديلات في ريال مدريد وهذا وضع طبيعي جدا ومنطقي كذلك. لكن حتى الآن يعني ريال مدريد لا يعاني إطلاقا في مباراة هذا المساء، ربما الأسماء الشابة تكون خيار للسيد كارلو أنشيلوتي، وهذه محاولة ولكنها بعيدة على المرمى، على مرمى دييغو لوبيز. فريق يعاني في المركز 17، وهنا لعبة زكريا بيركاديتش اللاعب المغربي الذي تقدم وسدد كرة الماضي ولكنها ما كانت خطيرة إطلاقا على مرمى المغربي الأسمراني، طبعا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ المغرب وأصحاب البشرة السمراء محمد التيمومي، الله عليه لعيب محمد التيمومي، مع ظلمي، مع الأسماء الكبيرة، مع بادو الزاكي، مع عزيز بودربالة في كأس العالم في المكسيك 86، الفوز على البرتغال بثلاثية لهدف واحد، مع كريمو، أسماء بطبيعة الحال لا يمكن أن تنسى من ذاكرة كرة القدم المغربية والعربية. هذا هو البديل في الشوط الثاني، يتحدث عن رامون أيضا راموس. 57 دقيقة 58 دقيقة على زمن الشوط الثاني من المباراة أيها السيدات والسادة، ريال مدريد لازال حقيقة هو الفريق الأفضل. كريم بنزيما في الجهة الأخرى إلى جاريث بيل بالقدم اليسرى المعتادة، مرور لكن كرة تطالت، كرة تطالت ووصلت، ويعتذر أيضا إلى الزملاء، بينما لدينا موراتا، الفارو موراتا سيكون ربما بديل مع خيسي اللاعب الذي أيضا يستعد في قادم في اللحظات الماضية، ربما يأتي السيد كارلو أنشيلوتي ويريح بعض اللاعبين، يطلع مثلا كريم بنزيما لأنه مجهد مع فرنسا، يلعب في دوري الأبطال، يلعب في الليغا، يلعب. جاريث بيل الآن يتقدم، محاولة المرور، كرة ترسل للأمام ولكنها ما تجد اللاعب الذي يحمل شعار ريال مدريد، تجد المدافع في وسط الملعب إلى ساستري. هنا روسي، باوستو روسي المعار من يوفنتوس الإيطالي، لاعب شاب عمره 22 سنة فقط، وهذه كرة تلعب الآن وترسل للأمام ووصلت إلى زكريا بيركاديتش اللاعب المغربي، وهنا محاولة قائمة ولكنها أيضا تترك إلى خارج أرضية الملعب. الفريق 17 لا يستطيع أن يقاوم الفريق الموجود في المركز 3 والطامح للعودة مرة أخرى، ولاحظ حقيقة الصراع الكبير في الليغا الإسبانية، يعني الثلاثة الكبار برشلونة، أتلتيكو مدريد، ريال مدريد،
وبعد ذلك بمسافة كبيرة تماما يأتي فياريال موجود في المركز طبعا الرابع وب 28 نقطة، أتلتيك بلباو خامسا، وغدا يقابل في سان ماميس يقابل فريق برشلونة في آخر مباريات الجولة 15 من الليغا الإسبانية عن طريق مارسيلو. أنخيل دي ماريا، لوكا مودريتش، تشابي ألونسو، كريم بنزيما، لوكا مودريتش، إسكو، لوكا مودريتش، كرة تعود ولكنها تبعد، لوكا مودريتش مرة أخرى، إسكو، استقبال جميل، نظرة للأمام، المهارة موجودة، يتقدم الآن، يرسل كرة إلى كريم بنزيما، والكرة تلعب، وهذه نقلة خطيرة، وهذه عرضية موجودة، والهدف الثالث، لا حالة تسلل، لكن الكرة إجمال الملعوبة صح، ملعوبة جميلة نقلت هكذا وأرسلت للأمام في تغطية موجودة من هنا من جانب اللاعب الكاتراز، لكن الكرة نقلت بعد ذلك وأرسلت عرضية والكرة في الشباك، لكن الهدف يلغى لأن كريم بنزيما على ما يبدو كان في وضعية التسلل. ربع ساعة تقريبا مرت على زمن الشوط الثاني من المباراة، ولا زالت الأمور منذ شوط المباراة الأول بتقدم الريال بهدفين نظيفين. يقال هكذا يقال بأن هذه الكرة عالية، باريس سان جيرمان يجهز عرضا بما يقارب 150 مليون يورو للحصول على خدمات رونالدو وكريم بنزيما. هذا كلام يقال، وبالتالي لكن في ريال مدريد يقولون بأن هناك أسماء ليست للبيع، كل الأسماء ممكن أن تكون للبيع إلا كريستيانو رونالدو ليس للبيع، وقالها السيد فلورنتو بيريز بأن كريستيانو رونالدو سينهي حياته الكروية في البيت الملكي. لا تشعر بأن ريال مدريد في مباراة، تشعر بأنه في تقسيمة في نزهة. كرة جميلة ملعوبة في مباراة هذا المساء من جانب ريال مدريد، نقل الأمام في المكان السليم، هذه عرضية وهذه خطيرة وفرصة بتضيع إلى ضربة ركنية ممكن، أو إلى ضربة مرمى، إلى ضربة ركنية، نعم كرة جميلة ملعوبة، الكرة الماضية نقلت من الظهير الأيمن كارفاخال، لكن إلى ضربة مرمى كارفاخال، عرضية مثالية جميلة إلى كريم بنزيما، اصطدت في قدمه ووصلت إلى خارج الملعب وتعود الآن لريال مدريد. هذه الجولة تستكمل مبارياتها غدا بحول الله تعالى، اليوم عندنا إسبانيول أيضا يقابل سوسيداد بعد هذه المباراة، بينما غدا ريال بيتيس يستضيف رايو بايكانو، وغرناطة يقابل إشبيلية، وفالنسيا يقابل أوساسونا، وآخر المباريات مباراة السهرة بلباو يستضيف برشلونة، بين أقليم الباسك وطبعا كاتالونيا، غدا آخر مباريات الجولة 15 من الليغا الإسبانية. كرة عن طريق اللاعب كارفاخال، جاريث بيل، مارسيلو، عرضية ملعوبة وكرة خطيرة، جول ثالث، والويلزي يسجل مرة أخرى، الويلزي جاريث بيل ليس بالقدم اليسرى وليس بالرأس يا زيزو، وإنما بالقدم اليمنى، بالقدم اليمنى، وهذا الرجل يقول ماذا عساي أن أفعل، ما في حلول، الداخل إلى سانتياغو برنابيو مفقود، هكذا يرى هذا الرجل المدافع، هياها إلى من؟ هياها إلى اللاعب الذي بدأ الكرة وأرسلها إلى مارسيلو، وبعد ذلك تأتي في المكان السهل تماما، في المكان السهل يضع قدمه اليمنى ويذهب إلى الزميل يشكر مارسيلو على صناعة الهدف الثالث. 3-0 لريال مدريد،
وكنت أتكلم في الشوط الأول أيها السيدات والسادة، وكنت أقول بأن ريال مدريد هذه كرة خطيرة. ريال مدريد في آخر السنوات في الجولة 15 آخر 3 سنوات وهذه السنة الرابعة على التوالي، عندما تأتي الجولة رقم 15 ريال مدريد يفوز بالثلاثة. العام على بلد الوليد 3-2، الآن على بلد الوليد 3-2 في الجولة 15، و2012 على سبورتينغ خيخون في هذا الملعب 3-2 دي ماريا رونالدو مارسيلو، و2011 على سرقسطة 3-1 خارج أرضه، وهذه الليلة للسنة الرابعة على التوالي في الجولة رقم 15 الريال يفوز أيضا بالثلاثة، وهذه المرة على بلد الوليد بثلاثية نظيفة. لكن الأهم من النقاط الثلاث عند المدريدي والأهم من الأهداف الثلاثة، ريال مدريد اليوم ممتع، ممتع جدا، ممتع جدا. يعني مودريتش ممتع، تشابي ألونسو يا لها من عودة، دي ماريا حقيقة يؤكد في كل يوم في كل مناسبة أنه لاعب لا غنى لريال مدريد عن خدماته. جارث بيل يا لها من مباراة يسجل هدفين في هذه الأمسية. كريم بنزيما يصول ويجول، وإسكو ممتع للغاية، هذا الإسباني الذي حقيقي أقول أنه يجب أن يلعب، يجب أن يلعب. لاعب بمهارة إسكو من حقيقة من الظلم أن يبقى في مقاعد البدلاء، لكن أيضا هو يلعب في ريال مدريد، وريال مدريد فريق مليء بالأسماء. هذه كرة من إسكو إلى أنخيل دي ماريا، كرة تعود لريال مدريد من سيرخي راموس. مارسيلو، مسألة أن نشاهد هدفا رابعا وربما خامسا، هذه ليست مستبعدة إطلاق، لأن الفريق الآخر خلاص رفع الراية البيضاء أمام الفريق الأبيض. 3-2، هدفين في الشوط الأول، هدفا في الشوط الثاني. كرة تلعب الآن من جانب اللاعب مودريتش، مارسيلو، مودريتش، كرة جميلة في المكان السليم، فيها مرور، التسديدة تأتي لكن بعيدة، بعيدة الكرة الماضية، بعيدة من جارث بيل، شايف أخذها على القدم اليمنى وسددها بعد ذلك من جانب جارث بيل. ولاحظ الكرة الماضية التي كانت عن طريق أيضا المغربي اللي مر وتقدم اللاعب زكريا بيركاديتش، مهارة ممتازة للاعب المغربي زكريا. أتذكر أيضا المغربي عبد العزيز برادا لاعب ختافي سابقا، لاعب الجزيرة الإماراتي حاليا، سبق وأن سجل في مرمى ريال مدريد في مباراة الفوز لختافي على ريال مدريد بهدفين نظيفين في الموسم قبل الماضي. الآن يلعب في الدوري الإماراتي مع الجزيرة الإماراتي عبد العزيز برادة، لكن هنا لاعب مغربي يلعب في مباراة هذا المساء في البرنابيو. ولدينا هنا مارسيلو، الريال في يعني في آخر 4 مباريات في الليجا كلها فوز على إشبيلية 7-3، على فايكانو 3-2، 5-1 على سوسيداد، 5-2 على المرية، والآن الفوز الخامس على التوالي على فريق نادي بلد الوليد. 20 هدف في آخر 4 مباريات، والآن صاروا 23 هدف في 5 مباريات في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بينما بلد الوليد فوز وحيد فقط في آخر 11 مباراة، وكانت مباراة الفوز 3-2 على رايو فايكانو في الجولة 10 من كرة القدم الإسبانية. فريق ما عنده إلا فوز واحد في آخر 11 مباراة، وفريق يسجل الفوز الخامس على التوالي وبأهداف مرعبة بكل معنى الكلمة. هذا إسكو، كرة تنقل لصالح المغربي زكريا، أنخيل دي ماريا، دي ماريا يتقدم ويرسل كرة للأمام حارس المرمى، الآن الحارس سامارينو، لكن لا شك أنها أسابيع ممتازة يعيشها فريق ريال مدريد.
يعني في دوري الأبطال في مجموعة لم يخسر إلا بتعادل فقط أمام اليوفنتوس في تورينو بهدفين لهدفين. مع ذلك في هذا الملعب فاز على كل الفرق القادمة في دوري الأبطال، وفي هذا الملعب فاز على كل الفرق القادمة أيضا في الليغا باستثناء كما ذكرت مباراة ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد. مع ذلك أرقام على مستوى الأهداف، هذه كرة تعادة بالخطأ من سيرخيو راموس، تصحيح الأوضاع يأتي من جانب الزميل البرتغالي بيبي، المطالبة بخطأ في الكرة الماضية، لا وجود لخطأ هكذا يشير حكم المباراة بيدرو مارتينز. كرة جميلة في المكان الخطير، خطيرة لا زالت، لكن لدينا حالة تسلل على ما يبدو، حالة تسلل على أنخيل دي ماريا، مع أن الريال سجل في الدقائق الغير مفضلة للتسجيل بالمناسبة. يعني أفضل أوقات ريال مدريد للتسجيل هي منذ الدقيقة 75 وحتى نهاية المباراة في آخر ربع ساعة. في انذار على بيبي، انذار على بيبي، وريال مدريد سجل بالهدفين في الشوط الأول، 19 هدف في الشوط الأول، والآن يسجل 24 هدف في الشوط الثاني، يعني هو أكثر تسجيلا في الشوط الثاني ريال مدريد. وكما ذكرت يعني أوقات المفضلة آخر ربع ساعة، وسجل فيها 10 أهداف من أصل 40 هدف حتى ما قبل مباراة اليوم، يعني 10 أهداف من أصل 40 هدف سجلت في آخر ربع ساعة لريال مدريد، وهذا يعني بأن عامل اللياقة البدنية عند الفريق الملكي كبير وكبير جدا. إسكو، أمل إسباني بطبيعة الحال، يا سلام يا سلام، اللاعب الموهوب بكل معنى الكلمة. إسبانيا مع ديل بوسكي عليها أن تبني الكثير من الأمال على لاعب موهوب بهذه القيمة الفنية الكبيرة، اللاعب اسمه إسكو، مودريتش، إسكو إلى مودريتش مرة أخرى، إسكو، تشابي ألونسو، مارسيلو، يعني حتى بلد الوليد الآن متأخر بثلاث أهداف نظيفة وليس لديه طموح في تقليص الفارق على الأقل. الآن كل همه أن الهدف الرابع يعني ما يسجل في مرمى فريقه. مدافع بوفرة عددية، ريال مدريد المتقدم بالثلاثة لازال مستمر في السيطرة الميدانية الواضحة، كرة باتجاه أنخيل دي ماريا، نقلات جميلة، يا سلام، هذه خطيرة وعرضية، والآن إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية، أنخيل دي ماريا اليوم ما سجل، الليلة ما سجل، لكنه ممتع وممتع للغاية، وسيكون خطأ كبيرا لا يغتفر لو فكر ريال مدريد، مو بلو باعه، لو فكر يبيعه. ألفارو موراتا سيكون البديل الآن في فريق ريال مدريد، نعم ألفارو موراتا، وخيسي يطلع بنزيمة وممكن يريح أيضا جاريث بيل، أعتقد بأنهم الأقرب لمغادرة الملعب، ممكن يفكر بأنهم مجهدين. إيه نعم، كريم بنزيمة واحد من البدلاء، ومين الثاني؟ لا، بالرقم 11 ألفارو موراتا، بينما خافي غويرا يترك أرضية الملعب، ولدينا هذا اللاعب، وإذا كريم بنزيمة طبعا يترك أرضية الملعب. هنا الهدف اللي سجل، التمريرة الجميلة جدا من جانب الزميل أيضا، وبالتالي كل من في الملعب هنا يشكر كريم بنزيمة. موراتا هو البديل، وخيسي مكان مين؟ مكان أنخيل دي ماريا، أنخيل دي ماريا، إذن أنخيل دي ماريا واحد من أفضل لاعبي المباراة يترك أرضية الملعب الآن، واللاعب الشاب خيسي، لاعب شاب عمره 20 سنة، أحد أبناء طبعا أكاديمية ريال مدريد، مثل إسبانيا في كل المنتخبات السنية إلا المنتخب الأول، وربما يكون ذلك في قادم السنوات لأنه لا زال في سن صغيرة، وبالتالي تبديلين
في مباراة اليوم. التبديلات كلها هجومية من جانب السيد بالفعل كارلو أنشيلوتي، وفي المقابل فإن الفريق الآخر أجرى أيضا تبديل. هذه كرة فيها مرور، يا سلام مرور جميل، لكن ما اكتمله ما اكتمله دخول اللاعب الأنغولي. بالمناسبة مانشو دخل أيضا في فريق نادي بلد الوليد. مانشو اللاعب الذي يشارك الآن، لعب سبق أن لعب في نادي مانشستر يونايتد في سنة من السنوات في عام 2009، وبعد ذلك طبعا انتقل وكان معارا في اليونان مع بارثينيكوس، كان معارا في هال سيتي، ولكنه الآن يلعب مع فريق بلد الوليد. وهذه كرة إلى خيسي، كرة جميلة تبدو كذلك الآن وعالية وللأمام، والكرة تبعد، لكن ريال مدريد جاهز بشكل كبير لاستمرار المنافسة مع الكبيرين برشلونة وأتلتيكو مدريد، وأيضا ريال مدريد يبدو جاهزا كذلك لأن يكون أحد المنافسين الكبار المعتادين على دوري أبطال أوروبا. يا لحم المسابقة عندما تأتي وتصل بعد ذلك كل الفرق الكبيرة. وهنا المرور اللي كان في الكرة الماضية من ألفارو موراتا، موراتا حاول المرور في الكرة الماضية ولكن الكرة طالت. 76 دقيقة انقضت وانتهت على زمن هذه المباراة، وبالتالي لدينا تقريبا نتكلم عن ربع ساعة أخيرة، أقل من ذلك بقليل، كل الوقت المتبقي على وصول المباراة بعد ذلك إلى خط النهاية، وهو كل الوقت المتبقي كذلك لأن يسجل ريال مدريد حالة الفوز الخامسة على التوالي في الليغا. هذا هو اللاعب الأنغولي ناشو، لاعب المان يونايتد سابقا في عام 2009، اللاعب الذي كان معارا في بانيثينيكوس اليوناني وكذلك هال سيتي الإنجليزي، وكان حاضرا هنا في الليغا الإسبانية، ولكنه الآن يرتدي شعار نادي بلد الولي. تشابي ألونسو اللاعب الذي أعاد الكثير من الاتزان في خط وسط ريال مدريد. مارسيلو، غاريث بيل، إسكو، كرة ما مرت ما وصلت إلى غاريث بيل، تعود الآن لكن تسترجع من خيسي إلى لوكا مودريتش، كرة تنقل إلى كارفاخال في الجهة اليمنى. 77 دقيقة 13 دقيقة أخيرة فيها مرور من جانب اللاعب كارفاخال، لعب باير ليفركوزن طبعا، اللاعب الذي جاء مقابل ما يقارب 6.5 مليون يورو معنا في الصورة، هو أساسا كان أحد لاعبي ريال مدريد ولكنه بعد ذلك انتقل إلى فريق نادي طبعا باير ليفركوزن، كانت لديه تجربة في كرة القدم الألمانية، ولكنه يعود مسرعا الآن إلى الفريق الذي احتضن في بداياته. أتحدث عن دانيل كارفاخال ب 21 سنة. كرة تنقل الأمام، لوكا مودريتش، وهنا لدينا لاعب آخر من لاعبي ريال مدريد، ربما بديل، لاعب يارامندي، أسير يارامندي، اللاعب الذي كلف ريال مدريد 33 مليون يورو وكان أحد المتوجين مع إسبانيا بطلة لكأس أوروبا، ولاعب ريال سوسيداد طبعا سابقا في سان سباستيان. بالتالي يارامندي ربما عملية الإحماء، 23 سنة، لاعب شاب أيضا، ريال مدريد في هذا العام فكر في الشباب، جاء بإسكو الشاب وجاء بيارامندي الشاب وجاء كذلك بكارفاخال الشاب، ويعتمد الآن على الشابان كذلك خيسي وموراتا. وبالتالي كرة القدم أيضا نعم بحاجة إلى الخبرة، لكنها بطبيعة الحال بحاجة إلى حيوية الشباب، ودائما نقول كرة القدم بحاجة إلى الخليط، هذا الكوكتيل الغريب العجيب في كرة القدم، يعني 11 زيدان ما يفوزونك ببطولة دوري، 11 زيدان في الملعب ما يجيبوا لك بطولة، و11 جينارو غاتوزو المحارب ما يجيبوا لك بطولة.
محتاج واحد من نوعية زيدان، محتاج واحد من نوعية جاتوزو، محتاج واحد من نوعية هذا اللاعب الممتاز اللي عند الكرة تشابي ألونسو، محتاج إلى مدافع محارب، محتاج إلى ظهير أيسر يعرف وظهير أيمن لديه القدرة على الوصول وإمداد الهجوم وبالتالي كرة القدم. وهذه لعبة عالية الآن، وهذه كرة خطيرة ولكن تبعد في الكرة الماضية. كرة تبعد، خارج الملعب، هذا المغربي زكريا بيركديتش المغربي القادم من لانس الفرنسي. ويقولون بأن أشهر مغربي لعب في كرة القدم الإسبانية طبعا هو العربي بن مبارك، اللي أيضا كانوا يقولون، وقد قرأت الكثير ما كانوا يكتبون عن العربي بن مبارك، بأن يعني كان في فترة من فترات يعني يطلق عليه بيليه، وكانت كبار الأندية تتهافت على طبعا على العربي بن مبارك، وكانوا يقولون أن العربي بن مبارك لو جاء في هذا الزمن اللي فيه هذه الإمكانيات الإعلامية وهذه الملاعب وهذه الأموال الطائلة لكان واحدا من خيرة لاعبي كرة القدم ليس فقط في المغرب وإنما في العالم ككل. لكن هذا الفنان الإسباني مرور جميل، كرة فيها عرقلة وفي إنذار الآن عند دقائق 9 الأخيرة. مشاهدي الجزيرة الرياضية، ريال مدريد كما ذكرت سيقابل أولمبيك شتيفا في الكاس بالدور الرابع لكاس الملك ذهابا 7 ديسمبر خارج أرضه، وإيابا 18 ديسمبر سيكون لقاء العودة مع نادي أولمبيك شتيفا في الدور الرابع من مسابقة كاس الملك الإسباني. وبالتالي ريال مدريد لا زال يصارع وينافس على كل البطولات الثلاث الممكنة، دوري هو الآن ثالث، وكاس الملك سيلعب مباراة الأولى، ودوري الأبطال مستمر، والتسديدة تأتي والتصدي موجود والكرة خطيرة، وإسكو مرور في الكرة الماضية، كرة جميلة ما لبست ما ضبطت على قدم مارسيلو، ولذلك بالفعل ضاعت وتعود الآن. وريال مدريد يفكر في الهدف الرابع قبل وصول المباراة بعد ذلك إلى الدقيقة 90. كرة ترسل الآن، وهذا هو المغربي اللي يتقدم الآن ويسدد كرة بعيدة بعيدة. الفكرة ذكية يا زكريا ولكنها بعيدة، وصلت عالية إلى خارج الملعب. يعني بلد الوليد العام الماضي في هذا الملعب سجل 3 أهداف، نعم خسر بالأربعة لكنه سجل 3 أهداف. هذه الأمسية زيارة ثانية على التوالي لمعقل الملوك، لا يسجل بل إن شباكة تهتز في 3 مناسبات، هذا بجانب الفرص الكثيرة جدا الضايعة. وهذه كرة موجودة الآن، والمحاولة إلى إسكو، وإسكو أرسل الكرة سهلة تماما. مشروع لاعب كبير جدا في كرة القدم الإسبانية، أعتقد أنه ما كان كان إسكو وليس خيسي، كان إسكو وليس خيسي نعم في الكرة الماضية. تشابي ألونسو في تبديل آخر قادم لفريق بلد الوليد، كل التبديلات ما جابت نتيجة لأن الفريق لا يستطيع أن يقف أمام هذا الإعصار الأبيض، صار بكل معنى الكلمة، يعني سجل هدفا ما تراجع، سجل هدفا ثانيا ما تراجع، سجل هدفا ثالثا يستمر بنفس المنوال. لاحظ الآن موراتا، كرة جميلة نقلت ووصلت إلى خيسي، فيها مرور نقل الكرة باتجاه زميل ولكنها أيضا تبعد من جانب المدافعين. شوف 12 مباراة على التوالي ولا زال عند فوز وحيد فقط نادي بلد الوليد، ولذلك استمرار الأمور بهذه الصورة هذا يعني بأن وضعية الفريق ربما يعني تكون ربما في بديل قادم في آخر اللحظات الآن في الدقائق 6 الأخيرة من عمر مباراة هذا المساء.
عن طريق خيسي تشابي ألونسو اللاعب الذي عاد لإسبانيا بعد رحلة كانت ناجحة في إنجلترا مع ليفربول. وهذه كرة فيها محاولة والكرة الكرة من يد حارس المرمى الحارس مارينو دييغو مارينو إلى ضربة ركنية. خيسي هو اللي سدد والكرة بعد ذلك إلى ضربة ركنية. بالأهداف الثلاثة ريال مدريد أصبح أقوى خط هجوم في الليغا الإسبانية بانتظار طبعا مباراة غدا مباراة السهرة مباراة الأخيرة مباراة بلباو أتلتيك بلباو عندما يستضيف فريق نادي برشلونة. في تبديل خروج صاحب القميص رقم 16 ساستري هذا ساستري ودخول صاحب القميص رقم 7 أوزيريو. أوزيريو لاعب الحاضر الآن هذا من كولومبيا أوزيريو هومبرتو أوزيريو بوتيلو هو البديل طبعا في اللحظات الأخيرة من أمر المباراة. يا سلام من سيرخي راموس إلى خيسي مرور للإسباني الشاب عمره 20 سنة ورقم فريقه كذلك 20 والكرة الماضية كانت من جانب إسكو. في شيء جميل من زيدان إسكو في شيء من 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 عطر زيدان شيء من عطر زيدان. اي والله يا حظك لما يكون فيك شيء من زيدان. وانا حقيقه خاطري اسال زيدان سؤال ما ادري يسمعني زيزو ولا بعيد. انزو زيدان متى نشوفه بقميص ريال مدريد؟ يا زيدان متى نشاهد انزو زيدان بقميص الفريق الملكي؟ ويا ريت وشيء سيكون في غاية الروعة أن يكون في إنزو زيدان شيء من إبداعات الوالد الكبير. لكن للأمانة إسكو في شيء من طبعا عطاءات الكبير جدا زيدان ولو أن زيدان لا يقارن بأي لاعب آخر. يعني زيدان تحط مع 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 ثلاثة أربعة في تاريخ كرة القدم أوله بطبيعة الحال مارادونا. كرة باتجاه خيسي أمور تذهب إلى النهاية لا مفاجآت في مباراة هذا المساء. ربما كان بلد الوليد مع مدربة السيد خوان إغناثيو مارتينز سيكونون في قمة السعادة لو عادوا إلى مدينة بلد الوليد محملين بنقطة على الأقل من معقل البرنابيو. لكن هذا لم يحدث. ثلاثة أهداف نظيفة حتى الآن وفرص عديدة جدا وجملة من الفرص الضايعة في مباراة هذا المساء كان بالإمكان أن ترفع الحصة المدريدية إلى ربما رقم قياسي آخر في الليغا لهذا العام. لكن الفريق اكتفى بالثلاثة حتى الآن قبل نهاية المباراة بدقيقتين ليس إلا. أيها السيدات والسادة أذكر فقط بأن الريال بعد هذه المباراة سيقابله أوساسونا خارج أرضه وفالنسيا خارج أرضه وسيقابله أيضا فريق نادي أولمبيك شافتي في كأس الملك خارج أرضه وسيقابله بعد ذلك كوبنهاجن خارج أرضه وبعد ذلك كله سيعود للعب في أرضه بعد غياب طويل. لكنه يعيش أياما جميلة خمس حالات فوز متتالية وهذا الرجل يبدو سعيدا السيد فلورنتو بيريز يلقب بالقرش الأبيض. القرش الأبيض القرش الأبيض طبعا الأبيض قياسا إلى لون الفريق الملكي والقرش لأنه ملتهم الأسماء كل الأسماء الغالية جاء بها إلى طبعا معقل البرنابيو. كرة في اللحظات الأخيرة الآن كرة تنقل إلى مارسيلو هذه خطيرة كرة تلعب جول هاتريك للويلزي هاتريك للويلزي أول هاتريك لجارث بيل بقميص ريال مدريد يسجل الهدف الرابع
يسجل الهدف الرابع. هو اللي بداها بالمناسبة، لما نشوفها من البداية أتشاهد عزيزي المشاهد بأنه من بدأ الكرة، هو اللي بداها واستمر، ما وقف، ما قالك خلاص أنا عديت اللي علي، استمر للتقدم في الأمام. ومارسيلو كان يناظر وكان يشاهد الزميل المنطلق من الخلف، وبالتالي مارسيلو في مكان سليم إلى جاريث بيل. ريال مدريد يزور شباك بلد الوليد للمرة الرابعة، وجاريث بيل يزور الشباك للمرة الثالثة، وبالتالي يسجل هذه الليلة في مباراة رقم 13 بقميص الفريق الملكي، يسجل بالفعل اللاعب الكبير جاريث بيل، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، يسجل الهاتريك الأول بقميص ريال مدريد. خيسي طبعا انتهت الدقائق 90 ولدينا دقيقتين كوقت بدل ضايع، وكرة خطيرة لازال. هنا محاولة قائمة الآن، فريق ما عنده حلول أمام فريق عنده كل الحلول، وبالتالي مباراة غير متكافئة إطلاقا، لا وجود لأي تكافؤ في مباراة هذا المساء. هذا هو المغربي زكريا، بيرجدريش، وعندنا دقيقتين فقط وقت محتسب بدل ضايع. يمتع ويستمتع ريال مدريد في مباراة هذا المساء، وموراتا الآن يتقدم، وهذه كرة خطيرة وفرصة وحارس المرمى، يعني بجانب الأهداف الأربعة ما لا يقل عن 4 أهداف محققة على الأقل ضاعت في مباراة هذا المساء. أنا ما أتكلم عن نصف الفرصة أو أشباه الفرص، لا، أتكلم عن فرص حقيقية لأن يكون ربما رقم قياسي على مستوى الليغا هذا المساء يحدث، لكن اكتفى ريال مدريد ب4 أهداف وبدون تعب، يعني ما أجهد نفسه كثير ريال مدريد. عالية من ضربة ركنية لازالت خطيرة الآن إلى بيبي، الكل يريد أن يشارك في الوليمة هذا المساء. كرة تنقل وترسل ولكن تعود مرة أخرى، ولاحظ الحصار الموجود من جانب لاعبي ريال مدريد، كرة عن طريق المغربي زكريا، هنا مرتد الآن، واللحظات الأخيرة والدقائق المحتسبة كوقت بدل ضائع والدقيقتين المحتسبتين كوقت بدل ضائع انتهوا، وأعتقد بأن صافرة حكم المباراة الإسباني بيدرو بيريز مونتيرو ستأتي وستعلن نهاية أحداث المباراة بفوز ريال مدريد بالنقاط الثلاث وبالأهداف الأربعة التي حضرت هدفين في الشوط الأول وهدفين كذلك في الشوط الثاني. وجاريث بيل أيها السيدات والسادة يعلن عن أول هاتريك بقميص الفريق الملكي، وبالتالي ابتسامة كبيرة جدا على محيى أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم. أيها السيدات والسادة في كل مكان، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المباراة، الفوز الخامس على التوالي لريال مدريد، وقد وصل ريال مدريد إلى 44 هدفا، واعتلى أيضا وأصبح أقوى خط هجوم في الليغا، ويعيش أوقاتا جميلة بالأربعة على جلطة سراي في دوري الأبطال، وبالأربعة على بلد الوليد، وأهداف غزيرة تسجل بأسماء الفريق الملكي في الجولات الماضية. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المباراة. الكلمة الآن تعود إلى المكان الذي بدأت فيه مع زميل خالد ياسين. شكرا لزميل علي سعيد الكعبي. ريال مدريد إذن يفوز برباعية نظيفة على حساب بلد الوليد، من بينها ثلاثية أولى في تاريخ بيل منذ انضمامه لفريق ريال مدريد، أول ثلاثية، أول هاتريك للاعب الويلزي، إذن 3 أهداف لبيل و4 لريال مدريد، وتشاء الصدف أن يغيب